مقتل متظاهرين على الأقل في القاهرة في اشتباكات مع قوات الأمن عقبت إصدار محكمة الجنايات أحكاما بالسجن وتأكيد أحكام الإعدام في قضية بورسعيد. من القاهرة تقرير لهشام مهران. حكمت المحكمة حضوريا للمتهمين بالإعدام شنقا عما نسب إليه وألزمته المصاريف الجنائية. فرحة الآلاف من جماهير أولتراس النادي الأهلي بأحكام الإعدام ل21 متهما والسجن لسبعة آخرين في قضية مذبحة استاد بورسعيد لم تدم طويلا، بل تحولت إلى شغب عقب إعلان براءة 28 متهما بينهم سبعة شرطيين، ما أدى لإحراق ناد للشرطة ومقر اتحاد كرة القدم المصري بالكامل. طبعا ما ينفعش إن 74 واحد ماتوا يتحكم على 28 واحد ببراءة. أما في مدينة بورسعيد التي ينتمي لها المتهمون فقد حاول عدة آلاف إيقاف الملاحة في قناة السويس احتجاجا على الأحكام التي يجوز الطعن عليها قبل أن يسيطر سلاح البحرية المصري على الموقف. ما حصل بعد الحكم كرد فعل تجمع بعض أبناء محافظة بورسعيد على المعديات وولعوا شوية كاوتش، فإحنا أصرنا أن احنا نوقف المعديات. الأحداث تزامنت مع استمرار إضراب الآلاف من ضباط وأفراد الشرطة مطالبين بإقالة وزير الداخلية الحالي وسط اتهامات له بأخوانة الشرطة والزج بها في الصراعات السياسية للنظام الحاكم، فيما لقي شخص مصرعه في تجدد الاشتباكات بمحيط ميدان التحرير. يذهب محللون سياسيون إلى أن حالة الاحتقان الشعبي في مصر تنتظر مناسبات كهذه لتظهر على السطح. ربما هذا ما دعا حزب النور السلفي الحليف السابق لجماعة الإخوان المسلمين إلى دعوة الرئيس المصري للاستجابة فورا لمبادرته للحل السياسي التي توافق عليها مع جبهة الإنقاذ المعارضة قبل أن تغرق السفينة بالجميع. هشام مهران، MTV، القاهرة. وللاطلاع على آخر التطورات الأمنية في مصر ينضم إلينا من القاهرة مراسلنا هشام مهران. هشام، أهلا بك. نعم أهلا بك. يعني ما هي التطورات الحاصلة في الساحة المصرية بعد يعني الذي شاهدناه في هذا التقرير؟ نعم، منطقة وسط القاهرة ومحيط ميدان التحرير كانت قد شهدت ليلة دامية بالأمس بعد أو في أعقاب الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، وخلفت هذه الاشتباكات قتيلين وعشرات المصابين. الاشتباكات تجددت مرة أخرى صباح اليوم بعد فترة من الهدوء ما بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزي، وحدث تبادل للرشق بالحجارة من جانب المتظاهرين، وألقت شرطة قنابل غاز مسيلة للدموع. وزير الداخلية المصري عقد اليوم مؤتمرا صحفيا مهما وقال فيه أن الشرطة لا تستطيع الفصل ما بين محدثي الشغب وما بين الثوار الحقيقيين، ونفى أن يكون هناك استخدام للغاز المثير للأعصاب أو أن يكون له أعراض جانبية خطيرة، وقال أن وسائل الإعلام تصور الشرطة على أنهم سفاحين وأنهم يستخدمون القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وقال أن الخسائر التي يعني تسببتها الشرطة جراء إحراق نادي الشرطة بالأمس عقب أحداث بورسعيد تعدت 50 مليون جنيه مصري. أيضا في مدينة بورسعيد عادت غالبية المصالح الحكومية إلى العمل اليوم، هناك دوريات من القوات المسلحة والشرطة العسكرية تجوب شوارع المدينة، وإن كان العديد من المدارس أغلقت أبوابها ولم يذهب الطلاب إليها اليوم. من المعروف أن مدينة بورسعيد في حالة عصيان مدني منذ حوالي 3 أسابيع. قائد الجيش الثاني الميداني الذي يتولى مهمة تأمين منطقة القناة ومدينة بورسعيد تحديدا تفقد المجرى الملاحي لقناة السويس، وأكد أن الجيش المصري هو مؤسسة قتالية وليست مؤسسة أمنية، وأنه لن يحل محل الشرطة المصرية. بالتزامن مع ذلك، فإن مصر وقعت اليوم اتفاقية خاصة مع الولايات المتحدة تحصل بمقتضاها على 190 مليون دولار، هي تمثل الشريحة
الأولى من مبلغ المليار دولار الذي وعد به الرئيس الأمريكي باراك أوباما بمنحه إلى مصر لدعم الاقتصاد المصري. سياسيا فإن المعارضة المصرية تحمل بشدة على مؤسسة الرئاسة في ظل غياب الحلول السياسية لحالة الاحتقان الشعبي الحادث حاليا والاعتماد على الحلول الأمنية، خاصة أن أحداث بورسعيد منذ تفجرت وحتى الآن خلفت حوالي 50 قتيلا في بورسعيد و20 قتيلا في القاهرة وباقي المحافظات، ولم يحدث أي حلول أو طرح لحلول سياسية من جانب مؤسسة الرئاسة المصرية. ربما هذا ما دعا نور السلفي الحليف السابق لجماعة الإخوان المسلمين أن يدعو الرئاسة المصرية للاستجابة فورا لمبادرته للحل السياسي الذي توافق عليها مع جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة قبل أن تغرق السفينة بالجميع على حد وصف حزب النور السلفي. الزميل هشام مهران، شكرا لك على هذه الرسالة.